السلام عليكم. إذا نتمم تصحيح الامتحان الوطني الموحد دورة 2009 الدورة العادية، تمرين رقم 2 4.5 ديال النقاط. استعمالات المكتف في الحياة اليومية، إذا تستعمل المكتفات في عدة تراكيب كهربائية ذات فائدة عملية في الحياة اليومية، من بينهم أقيت الإنارة الذي تجهز به سلالم عمارات، وذلك للتحكم الآلي في إطفاء المصابيح بعد مدة زمنية قابلة للضبط بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. يمثل الشكل واحد جزء من التركيب البسيط لنموذج من هذا المؤقت، ويتكون من مولد مؤمثل للتوتر قوة تلك المحركة أو، ومكتف سعته 250 ميكرو فارد، وموصل أومي مقاومته R قابلة للضبط وقطع التيار K. إذا أولا، استجابة ثنائية القطب الأرسي يتبع توتر صاعدة. إذا نضبط مقاومة الموصل الأومي على المقاومة R1 ونغلق قاطع التيار ك في اللحظة التي يساوي صفر، فيشحن المكتف تحت التوتر E. السؤال رقم 1-1، أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر EC بين مربطي المكتف هي تكتب على شكل EC زائد طو ديلو EC مقسم على ديلو تي تساوي E. إذا المعادلة التفاضلية 1-1، المعادلة التفاضلية إذا حسب قانون إضافية التوترات، إذا يساوي زائد يو ار ام يساوي او. إذا عندنا كي يساوي صفر يساوي، وشدة التيار تساوي ديلو كي مقسومة على ديلو تي تساوي سي فو ديلو يساوي مقسومة على ديلو تي. إذا يساوي زائد حسب قانون أوم ار ام مضروبة في اي يساوي او. إذا توتر يساوي زائد ار واحد مضروبة اي سي فو ديلو يساوي مقسومة على ديلو تي يساوي او. إذا نضع طو يساوي R واحد مضروبة في C، ومنه المعادلة التفاضلية التي حققها التوتر إس بين مربطي المكتف هي إس زائد طو مضروبة في ديلو إس مقسومة على ديلو تي يساوي E قوة المحركة للمولد. باستعمال معادلة الأبعاد سنتج وحدة طو في نظام عالمي الوحدات. إذا جوج واحد، واحد جوج عفوا، وحدة طو، إذا لدينا طو يساوي ار واحد سي، إذا طو يساوي بعد ار واحد سي، يساوي بعد ار واحد مضروب في بعد سي. إذا بعد المقاومة هو التوتر مقسوم على التيار، ونقسم على إي، نضرب بعد سي. إذا بعد سي هو تيار مقسوم على التوتر مقسوم على الزمن يساوي، إذا نختزل يساوي تي. إذن بعد طو في نظام للوحدات هو الثانية. إذن السؤال الموالي، السؤال رقم 1-3، تحقق أن حل المعادلة التفاضلية هو إس يساوي أو عامل لواحد ناقص تي مقسومة على طو. إذا نشتق بالنسبة للزمن، إذا ديلو إس مقسومة على ديلو تي يساوي دي مقسومة على ديلو تي عامل لي او ناقص او ليكسبونسيل ناقص تي مقسومة على طو. إذا يساوي الشقاق ديال او صفر ناقص
او مضروبه في الشيغه ديال اكسبونسيال ناقص تي تو هو ناقص واه تالا تو مضروب في الاكسبونسيال ناقص تي مقسومه على تو يساوي زائد او مقسومه على تو الاكسبونسيال ناقص تي مقسومه على تو. المعادله التفاضليه إذن يساوي زائد تو فوا دي دو يساوي مقسومة على تي دو تي ناقص او يساوي او عامل لي واحد ناقص الاكسبونونسيال ناقص تي على تو زائد تو مضروبة في او مقسومة على تو الاكسبونونسيال ناقص تي على تو ناقص او. إذا نختزل تو مع تو ننشر إذا تساوي او ناقص او الاكسبونونسيال ناقص تي مقسومة على تو زائد او الاكسبونونسيال ناقص تي مقسومة على تو ناقص او. إذا او ناقص او صفر ناقص او الاكسبونونسيال ناقص تي على تو زائد او الاكسبونونسيال ناقص تي على تو يساوي صفر. ومنه او يساوي دو تي يساوي او عامل لواحد ناقص الاكسبونونسيال ناقص تي على تو هو حل معادلة تفاضلية. السؤال رقم 1-4 استنتج تعبير اي دو تي شدة التيار المار في الدارة اثناء عملية الشحن. اذا لدينا يساوي يساوي او عامل لواحد ناقص الاكسبونونسيال ناقص تي مقسومة على تو ثم تعبير اي دو تي يساوي صفر دي دو يساوي مقسومة على اي دو تي يساوي سي صفر او مقسومة على تو الاكسبونونسيال ديال ناقص تي مقسومة على تو يساوي صفر او مقسومة على ار واحد مضروبة في السي إكسبونسيل ناقص تي مقسومة على تو يساوي او مقسومة على ار واحد إكسبونسيل ناقص تي مقسومة على تو. منه تعبير شدة تيار كهربائي المار في الدارة أثناء عملية الشحن اي دو تي يساوي او مقسومة على ار واحد إكسبونسيل ناقص تي مقسومة على تو. نعاين بوسط كشف تذبذب الذاكرة تغيرات التوتر UAB بين مربطي الموصل العمومي بدلالة الزمن فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل 2. الشكل 2 1-5-1 انقل الشكل 1 على ورقة التحليل ومتي على كيفية ربط كشف التذبذب المعين التوتر UAB بين مربطي الموصل العمومي. إذا سؤال رقم 1-5-1 انظر تبيانو. اذا تبيانو ديالنا فايت ما ترسمناها. اذا مدخل انكريك ان ثم الهيكل عند النقطة بي. اذا المدخل عند النقطة ا ثم الهيكل عند النقطة بي. ثم ننتقل إلى السؤال 1-5-2. السؤال 1-5-2 عين مبيانيا قيمة كل من القوة الكهرومحركة او وثابتة الزمن طو ثم استنتج قيمة المقاومة ار واحد. إذا قيمة القوة الكهرومحركة او إذا لدينا تغيرات توتر UAB بين مربطي الموصل العمومي بدلالة الزمن إذا عند اللحظة تي يساوي صفر المكتف غير مشحون وبالتالي إذن قيمة التوتر UAB هو قيمة التوتر بين مربطي المولد. إذا عندنا 5 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 إذا 15 فولت. إذا P يساوي 15 فولت. إذا مبيانيا U يساوي 15 فولت
ثم ثبت الزمن باستعمال طريقة المماس. إذن تساوي 100 ثانية بيانيا طو يساوي 100 ثانية. إذن استنتاج قيمة الوحدة. إذا لدينا طو يساوي ار واحد ضرب سي، إذا ار واحد يساوي طو مقسومة على سي. إذا تطبيق عددي، إذا ار واحد يساوي طو 100 ثانية مقسومة على سي، لدينا قيمة صيغة المكتف 250 ميكرو فاراد. 250 ميكرو فاراد تساوي 100 ثانية مقسومة على 0.25 عشرة أس ناقص 3 تساوي 10 أس 5 مقسومة على 1/4، إذن تساوي 4400 مضروبة في 10 أس 3 أوم. وبالتالي قيمة R واحد عفوا تساوي 400 كيلو، R واحد تساوي 400 كيلو. ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية، استعمال المكثف في استعمال ثانيا استعمال المكثف في مؤقت الإنارة. إذا يمثل الشكل 3 التركيب المبسط لنموذج من مؤقت الإنارة حيث تم ضبط المقاومة الموصل الكمي على القيمة R1. الزر B يلعب دور قاطع التيار، والمركبة الإلكترونية لا تسمح بإضاءة المصابيح إلا عندما يكون التوتر بين مربطة المكثف أصغر من قيمة حدية. إذا عند صعود شخص سلالم العمارة يضغط على الزر B فتضيء المصابيح السالب، وعند تحريره للزر عند لحظة يساوي صفر تبقى المصابيح مضيئة حتى بلوغ التوتر بين مربطة المكتف القيمة B1 يساوي 10 فولت. عند لحظة T1 تستغرق عملية وصول الشخص إلى منزله مدة زمنية دلتا T تساوي 3 ديال الدقائق. يعبر عن لحظة T1 باستعمال علاقة T1 يساوي طو ln ديال E مقسومة على E ناقص E1. احسب قيمة T1. جوج واحد إذا لدينا T1 تساوي طو ln E مقسومة على E ناقص E1. تطبيق عددي يساوي إذا قيمة طو 100 ثانية مضروب في ln 15 فولت مقسومة على 15 فولت ناقص E1 10 فولت. إذن تساوي T1 تقريبا 1.83 دقيقة. إذن السؤال رقم 2 مازال مكملناش مع السؤال رقم 1 2. هل تنطفئ المصابيح قبل وصول الشخص إلى منزله؟ إذن بما أن دلتا عفوا T1 أصغر قطعا من دلتا T فإن المصابيح تنطفئ قبل وصول الشخص إلى منزله. ثم ننتقل إلى السؤال الأخير، اقترح كيف يمكن عمليا الزيادة في مدة إضاءة المصابيح. لدينا T1 يساوي طو ln E مقسومة على E ناقص E1. إذن يمكن الزيادة في إضاءة المصابيح ب قيمة طو، يعني تغيير طو يعني تغيير R أو C أو هما معًا.